حبيبي صيح بعد هاي الليلة ليلة الوداع يا زينب هذه الليلة لقد قضى قتلا علي المرتضى وأدرج الليلة في أثوابه. تقرأ وياي تقرأ وياي بالطور الخفيف. جد له ابن ملجمين ووجهه مخضب بالدم في محرابه مصفرة ألوانه قد خطب الإسلام لاختضابه وزينب ما حالها لما رأت بدر سماها وهو في احتجابه. شحالها مولاه؟ قال أنت وصاحت يا أبي ضيعتني وذاب قلب زينب مما به وكلما أن علي تأن زينب مع اليتامى حسرة ببابه قتلتم الصلاة في قتلتم الصلاة في محراب يا قاتله وهو في محراب تهدمت والله أبرار الهدى فقد أصيب الدين في صوابه. شافت أبوها وبالدموع انفجرت العين وصاحت عسى بعيد البلام سجاد يا أبو حسين. آه يا حسن شيل عمامتك وهالجرح شدوه
بهداي فوق المغتسل يا حسين منه وبهداي فوق المغتسل يا حسين منه وهذا يا بعد اهل القطن للجرح خلوه والله بهداي قلب والدي وشد الجريح زين زينب ليش هالطلبات قالت يا اخويا ليسيل دم على الوجه يا ابن الشفية اني خوف يا اخويا تخضب الشمس الشمال بهيه والله لو ترخصوني كان قلب النه بدي واغسل يا اخويا طبرته بمدامع العين واغسل يا اخويا طبرته بمدامع أصول الدين
هي ما بني عليها الدين إثباتا ونفيا. يعني إذا اعتقد الواحد بجميع هذه الأصول سمي من أهل الدين، يعني سمي مسلما. أما إذا ما اعتقد بواحد من هذه الأصول وليس من أهل الدين يسمى كافرا. ما هي هذه الأصول؟ اتفق العلماء على أنها ثلاثة أصول، هي التوحيد والنبوة والمعاد. يعني الذي ينكر التوحيد يقولون ثالث ثلاثة هؤلاء ليسوا بمسلمين. الذين لا يؤمنون برسالة رسول الله هم ليس من المسلمين. الذين لا يعتقدون باليوم الآخر والمعاد هم ليسوا من المسلمين. فهذه الأصول الثلاثة هي أصول الدين يقوم عليها الدين إثباتا ونفيا. هذا أول. ثانيا، ما هي الفروقات بين أصول الدين وأصول المذهب؟ أصول الدين قلنا ثلاث، توحيد ونبوة ومعاد. هذه إذا الواحد اعتقد بها أحل له الله عز وجل ما حل للمسلمين، فيحل له الزواج من بنات المسلمين، ويحل له الجرف، ويحل لمسه، لأن الكافر نجس. أما إذا أصبح من المسلمين أصبح طاهرا، ويحرم عليه ما يحرم على المسلمين، فيحرم دمه وماله وعرضه. هذه أصول الدين. أما أصول المذهب فهي الخمسة: توحيد وعدل ونبوة وإمامة ومعاد. وهذه إذا اعتقد بها الواحد يسمى مؤمنا، وبها تكون حسن العاقبة. هذا اثنين. ثلاثة، يا ترى لو أن الشخص آمن بأن الله واحد أحد، وآمن بجميع الأنبياء والمرسلين، وآمن باليوم الآخر، لكن عندما يصل إلى قضية إمامة أمير المؤمنين ينكر الإمامة، هذا يا ترى ما حكمه؟ هؤلاء على ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي ينكر الإمامة مع أنه سمع الإمامة بالنص من لسان رسول الله، كالذين شهدوا يوم غدير خم ثم أنكروا إمامة علي عليه السلام، هؤلاء يحكم عليهم بالكفر. فهنا الإمامة تنتقل من أصل من أصول المذهب إلى أصل من أصول الدين. هؤلاء القسم الأول. القسم الثاني، من عرف أنه هناك إمام، غير القسم الأول، لكن ما شهد ولكنه كره الإمام لأنه إمام، أو كره الشيعة لأنهم يحبون أهل البيت الأئمة، فهذا يسمى ناصبية، وهذا أيضا يحكم عليه بالكفر إذا كره الشيعة لأنهم يحبون أهل البيت. لكن لو قال لا، أنا أكره الشيعة مو لأنهم يحبون أهل البيت، لأن عندهم بعض الشعائر وصلتني أنها شرك، يتوسلون بالقبور، أنا ما أكرههم لأنهم يكرهون أهل البيت، أكرههم لأنهم يفعلون هذه الشعائر. نقول هذا لا يحكم عليه بالكفر. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، من الناس من هم في هذا اليوم ما شهدوا غديرهم ووصلتهم أخبار الإمامة، قالوا نحن لا نتيقن بأن هذه الأدلة والروايات صحيحة. شلون؟ قالوا مر عليها أكثر من 1400 عام
ربما شابه التحريف، نقول هؤلاء مسلمون ولكنهم ليسوا من المذهب، لا يحكم عليهم بالكفر ولكنهم ليسوا من مذهب أهل. إذا هذه الثلاث مقدمات توضح الفرق بين أصول الدين وأصول المذهب. نأتي الآن إلى النقطة الأولى في حديثنا، يا ترى هل هناك ضرورة لوجود الإمام؟ نقول نعم، نكتفي بدليلين أو حاجتين من حاجاتنا لوجود الإمام. أولا دليل العقل، الله عز وجل بعث إلى الناس 124,000 نبي ورسول، ومن قطعت العلاقة بين السماء والأرض حتى بعث الرسول المصطفى الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وما استتب له الأمر إلا في 3 سنوات بعد فتح مكة 8 للهجرية حتى 11 هجرية، 3 سنوات. يا ترى الله عز وجل ما ترك الناس بغير رسول وهادي لهم ولا في فترة، الآن فقط 3 سنوات، هل هذه كافية لهداية الناس طول الأمد؟ نقول لا، لا بد من وجود سبب منتصر بين السماء والأرض. أقرؤون في دعاء الندبة في مثل هذا اليوم، أين السبب المتصل بين السماء والأرض؟ إذا لا بد من سبب يتصل بين السماء والأرض، هذا دليل العقل. ثانيا دليل النقل، تروى حكاية عن هشام بن الحكم، هذا هشام شاب مثل هؤلاء الشبان الذين أمامي في عمر الزهور، عمر 18 عاما، دخل على عمرو بن عبيد، هذا عمرو بن عبيد عمره 80 سنة، مرجع أهل البصرة، فقال له يا شيخ إن عندي مسألة، قال بني سل مسألتك، قال يا شيخ ألك عين؟ قال يا بني سل مسألتك، إن هذه مسألة الحمقى، هذه مسألة واحد أحمق، أكو ترى عندي عين أتسأل ألك عين؟ قال أجبني فهذه مسألتي، قال نعم لدي عين، قال ما تصنع بها؟ قال أرى بها، قال ألك أذن؟ قال بلى، قال ما تصنع بها؟ قال أسمع بها، ألك لسان؟ بلى، ما تصنع به؟ أنطق به وأتذوق به، ألك يد؟ نعم، ما تصنع بها؟ ألمس بها وأبطش بها، ألك رجل؟ قال نعم، ما تصنع بها؟ قال أمشي بها. قال زين يا عمرو بن عبيد ألك قلب؟ قال بلى، قال ما تصنع به؟ قال أميز به ما ورد من هذه الجوارح فيتيقن اليقين ويبطل الشك. قال وكيف؟ والجارحة صحيحة، العين صحيحة، تحتاج بعد واحد يأكد لها؟ قال بلى يا ولدي لا بد منها، فربما شكت الجوارح. قال أكيد لا بد منها؟ قال بلى لا بد منها يا شيخ. قال سبحان الله، الله لم يترك جوارحك هكذا إلا وجعل لها إماما تتيقن به اليقين وتبطل به الشك وهو القلب، ويجعل هؤلاء الناس من غير إمام يتيقنون به اليقين ويبطلون به الشك. يقول فصمت عمرو بن عبيد، ثم قال له يا هذا من أي البلاد أنت؟ قال من الكوفة. قال أفأنت هشام بن الحكم؟ قال لا. قال أفهل جالسته؟ قال لا. قال إما أنت هشام أو جالسته. فقال له أنا هشام. فمن طعش عمرو؟ فإذا لا بد من وجود الإمام، هذا أول. ثانيا
الإمامة على قسمين، عندنا إمامة تكوينية وعندنا إمامة تشريعية. دققوا أيها الأحبة، شلون يعني إمامة تكوينية؟ يعني صاحب هذه الليالي من أول ساعة انعقاد نطفته، من أول ساعة في هذه الحياة الدنيا ينشق له البيت العتيق، فتدخل أمه فتضع به داخل الكعبة. هذا من أول ساعة من حياته إمام. تقول أم الإمام الرضا: كنت أسمع تهليله وتسبيحه في بطني. الله، في بطنها هو إمام. تقول: فيهونني ذلك. هذه إمامة تكوينية، يعني من كونه إمام. عندنا إمامة تشريعية، مثل إمامة إبراهيم، قال: إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم أولا كان نبيا، ثم صار خليلا، ثم صار إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي. يعني بعد أن تولدت إليه الذرية، كم عمره بعد أن تولدت إليه الذرية؟ حوالي 100 عام. يعني بعد أن صار نبيا وخليلا، هذه يسمونها إمامة تشريعية، يعني مو من كونه إماما، إنما اكتسبها بعد أن صار نبيا وخليلا. أيهما أفضل، أن يكون إماما من أول ساعة أو أن يكتسب الإمامة؟ أن يكون إماما من أول ساعة. هذا نوعين من أنواع الإمامة. بعد عندنا نوعين آخرين، هو هداية ضلال أو إمامة ضلال وإمامة هدى. شلون يعني إمام الضلال؟ قال: كهداية فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. هذه إمامة دراية، لكن إمامة هداية: وجعلناهم أئمة يدعون بأمرنا. النقطة الثالثة في حديثنا والأخيرة هي في لا بد من وجود الإمام واستمراريته. يدخل معل بن خنيس على الإمام الصادق عليه السلام، قال له: مولاي، هل لا بد من استمرارية وجود الإمام؟ قال: بلى يا معل، أتحسب الله ظالما؟ قال: لا. قال: كيف؟ قال: يجعل لهم شيطانا يغويهم إلى يوم الوقت المعلوم، ولا يجعل لهم إماما يهديهم، لا يكون لا بد من ديمومية الإمام. بعد لا بد أن نعتقد أن الإمام هو أرحم الناس، أرحم الناس. يعني حبيبي، تتصور أن يغتال رئيس الدولة، ما يكون جزاء هذا المغتال؟ أقرب قصة، هذا الذي اغتال، حاول أن يغتال زعيم كوريا الشمالية فأعدم. محاولة اغتيال أمير المؤمنين لما اغتاله الطاغي، كان يغشى عليه ساعة ويفيق أخرى، يلتفت إلى الحسن: ولدي حسن، الله الله في أسيركم. يقدم إليه اللبن، يقول له: أبا علي، اشرب من كأس اللبن. قال: أوهل شرب الأسير؟ ودوه إلى الأسير هو يشرب ثم أشرب. أكو واحد عنده رحمة كعلي. فعلى مثل علي فليبكي الباكر.
الحسين يروح.
مصيبتين تحلل اضلاع خونك يا زينب مجلس شايفين حبيبي بنات الشهداء اذا غسلوا الشهيد وكفنوا وقالوا الى بنات ادخلوا المؤسس البنات شلون يدخلون؟ تدخل اكيد ومن توصل الى ابوها ترمي بنفسها على
قالت علي راح علي راح علي راح يا شيعة علي راح والله علي راح يا شيعة علي راح أبو زينب حبيبي طاولي الميكروفون إلى تحت ما أشوفه أبو زينب راح يا شيعة علي راح يا حبيبي قعدت يم جسد أبيها وتنعق شو تقول تقول يا أبويا محلى الأبو أبو في العيد لا جمع أولاده ولبسهم بالزينة على جاري العادة ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة يطيب القلب وتصير عيشتهم قالوا لا يا زينب تعالي تودعي فتحت الحداء وإذا بعلي مبلول في النعش بس قالت يا أبويا أنا عندي ونة غير هذه ونة عليك وعلى أمي على أمي فاطمة حبيبي أمير المؤمنين بدا شيع في نهار لو في الليل في الليل في الليل قالت يا بويا يا بويا وتندفن بالليل والله ليلة شلون ما يشومه يا بويا ويختفي قبرك مثل أم المظلومة يا بويا وتندفن بالليل ليلة شلون ما يشومه مثل أمي المظلومة بعد 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 رفعوا النعاش ومشوا به وإذا زينب خارجة وقفت على الباب قالت يا شيال نعش بوي ونه لما بناتي ودعنا والله ويردن يشبع نشوف منا خطاب المجلس نعو على ابو علي لما شالوا النعش حبيبي ومشوا 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 دفنوا الامير ها وزينب واقفة على الباب رجع الحسن والحسين ودخلوا زينب لكن في يوم العاشر حبيبي خرجت زينب وقفت على باب الخيمة تنادي أما فيكم مسلم يواري هذا البدن السليم شالوا النعش لو ما شالوا هذا يقول الشاعر شالو لكن شلون يقول لما سمعها من سعد قال بعجل لبوها
حسين على القفا وجنازته ردوها. قولي يا حبيبي طلعت خيول عشرة يا عظم ذيك الساعة. دازت على صدر الحسين وكسرت أضلاعه. دازت على صدر الحسين وكسرت أضلاعه. والله علي راح علي راح علي راح علي راح يا شيعة علي. بعد يا والدي والله ظلمه أنا صير من بعدك. من لم يصل الأعمى إلا به يكون القبول. يا الله عشر مرات يا الله. ارحم موتانا سيما شهداءنا إلى أرواح موتانا وموتاكم سيما العلماء والشهداء. رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها صلوات.